وجه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة ذوي العزيمة، باعتماد تطبيق مبادرة سموه ديرتك أولى بجميع مدارس البحرين الحكومية والخاصة، والتي دشنها سموه بمدرسة عبد الرحمن كانو الدولية، والتي تنظمها المدرسة بالشراكة مع المكتب الإعلامي لسموه، حيث تأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات خالد بن حمد الداعمة للمجالين العلمي والإنساني بالمجتمع البحريني. جاء ذلك خلال زيارة سموه لمحافظة المحرق لتدشين باكورة أعمال المبادرة التي شارك في تنفيذها فريق طلبة وطالبات المرحلة الثانوية بمدرسة عبد الرحمن كانو الدولية، وذلك بعد انتهائهم من ترميم أحد البيوت الآيلة للسقوط الواقعة بالمحافظة، وذلك لتحقيق رؤية ورسالة مبادرة سموه التي تركز على تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية وتفعيل روابط التواصل الاجتماعية ومد العون. وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن سعادته الكبيرة بما أنجزه فريق العمل الذي عكس بصورة واضحة ما يتمتع به الشباب البحريني من إصرار وعزيمة على تحقيق الهدف، وهذا ما يؤكد أن المملكة تزخر بالطاقات الشابة التي تتمتع بالقدرات التي تساهم في بناء وتطوير المجتمع من خلال المشاركة في العملية التنموية بمختلف مجالات الحياة. وأكد سموه بأن التوجيه بأن تشمل المبادرة جميع المدارس بهدف اتساع انتشارها، بما يعزز من مفهوم المسؤولية المجتمعية لدى الشباب، ويسهم في تفعيل دورهم للمشاركة في تنفيذ البرامج الداعمة للعملية التنموية الشاملة، والذي يترجم أهداف المشروع الإصلاحي لجلالة عاهل البلاد المفدى، بما يتوافق مع رؤية البحرين 2030، وبما يخدم الخطة الحكومية لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لاستثمار الموارد والطاقات الشبابية لتنمية وبناء الوطن. وقد قام سمو الشيخ خالد بن حمد بجولة تفقدية في المنزل، اطلع سموه خلالها على ما قام به الفريق من عملية البناء والترميم في المنزل. المنزل مكان السكن والسكينة، الراحة والطمأنينة، هو من الاحتياجات الضرورية التي من الصعوبة أن تستمر الحياة بدونها. هو مكان يقي أهله حرارة الصيف وبرودة الشتاء، فإذا سألنا أين يكمن العناء يجيب صداه أين يكمن العناء. فأنا من ذوي الدخل المحدود لا أقدر على الترميم والبناء. مبادرة ديرتك أولى سمعت النداء وأصرت على المشاركة في العملية التنموية، وذلك بتعزيز المفاهيم الاجتماعية والوطنية من نافذة البيوت الآيلة للسقوط. هي مبادرة تم تدشينها منذ شهور قليلة، يظن من يرى نتاجها المثمر أنها قد دشنت منذ سنوات. نعم، هي إحدى مبادرات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في المجال العلمي والإنساني. إذن لا غرابة إذا ما شاهدنا التعمير والبناء فخلفه رجل يجسد معنى العطاء. في الواقع نتيجة النجاح الذي تم من خلال هذه المبادرة الكريمة
تفضل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه، وأصدر توجيهاته الكريمة بأن تبدأ وزارة التربية والتعليم بضم مدارس أخرى لهذه المبادرة وتشجيع الطلبة على الانضمام إليها بهدف تعزيز قيمة العمل التطوعي وخدمة المجتمع. وسوف تبدأ الوزارة إن شاء الله بتنفيذ هذه التوجيهات واشراك عدد أكبر من الطلبة بعد النجاح المتميز الذي تم تحقيقه. نحن دورنا في مدرسة عبد الرحمن مو بس نعلم عيالنا، دورنا نراويهم الحياة، والفعل هم قاموا وخذوا الواجب وصلحوا، شوفوا شو سووا، سووا بيت عدلوه كامل، عندهم المقدرة وعندهم النية أن يكملون في هالشيء. احنا نشكر سمو الشيخ خالد انه تابع ويانا من البداية، وهو اللي اعطانا الفكرة ان مو بس برا البحرين نقوم بمشاريع خيرية داخل البحرين. فهذه المبدأ، وان شاء الله من المبدأ سمو الشيخ وفي الاتجاه المستقبلي ايضا نركز على مشاريع خيرية في البحرين من قبل اولياء امورنا، من قبل طلابنا، من قبل مدرسين مدرسة عبد الرحمن كانو. بسواعد فريق عمل من طلبة مدرسة عبد الرحمن كانو الدولية، جهود وتضحيات تحقق اهدافا وتطلعات، جهود فيما كشفوه من قدرات على التعمير والبناء، تضحيات هاجسها الاول ادخال البهجة والسرور. ولتتضح الصورة أكثر، أصحاب هذه السواعد قضوا إجازاتهم الأسبوعية طيلة شهور في إعادة تأهيل هذا المنزل ليمكنوا أهله من العيش فيه. نعم، أكاديميا هم طلبة، ولكنهم استطاعوا أن يجسدوا أسمى المعاني، لم تقتصر على تشييد المباني، هم رسالة فخر واعتزاز تبشر بمستقبل مشرق مضمونها الآتي: حتى وإن كنت طالبا فإنني أستطيع أن أساهم في تنمية وتطوير وطني. أنا أول شيء أكون فخور أني بحريني، أحاول قد ما أقدر أن أنمي هذه الدولة، أنمي روحي أهم شيء، أن إذا ما فكرنا في روحنا الدولة ما بتنمي. يعني أول شيء لازم نفكر في روحنا بعدين في الآخرين. فأنا نميت روحي، أقول خلني أساعد الناس، فلما نميت روحي أنا رحت ساعدت الناس، وحين أعطيهم الفرصة عشان ينمون روح. هاي الشعور ما ينوصف. من أول يوم يومينا البيت كان في حالة، يعني ما أعرف شلون أقول لكم، ما كان في صاقف في البيت. بعدين الحين يومية آخر يوم وشفت التكملة وشفت شلون رممناه، حسيت بشعور إنه بفرح إنه ذلين بيتمون طول حياتهم، إحنا خلينا أثر في حياتهم. يعني إحنا نساعد بعض، هاي أهلنا وهاي ديراتنا إحنا، فلازم نساعد بعض حتى لو يعني ناس محتاجين أو ناس مثلا ما قاعد يحصلون مساعدات، احنا دورنا كأهلهم وكأمه نساعد بعض. وحب اشكر يعني سمو الشيخ خالد اللي دعمنا في هذا المشروع وخلانا يعني يعطينا الشعور هذا اللي لا يوصف، ان نساعد اهلنا وديرتنا. من اجل التحفيز للعمل التطوعي، من اجل غرس القيم النبيلة، من اجل دفع العملية التنموية، لاجل الانسانية ذاتها، اتت مبادرة ديرتك اولى لتأخذ على عاتقها تشجيع الطلبة للمشاركة الحقيقية في مسيرة التنمية من خلال منحهم الفرصة لإبراز طاقاتهم وقدراتهم لترميم البيوت الآيلة للسقوط. ذلك المشروع الذي يعتبر أحد المشاريع التنموية التي أطلقها عاهل البلاد المفدى لدعم المواطنين، وتسعى هذه المبادرة لمواصلة السير على نهج جلالته حفظه الله ورعاه في أن يكون للطلبة بصمة في هذا المشروع الذي كشفوا من خلاله ما يتمتع به طلابنا من قدرات وإمكانات تؤهلهم ليكونوا قادرين على حمل لواء المسؤولية لإعمار هذا الوطن الغالي.